السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أضرار مبردة الهواء؟ بداية، هناك العديد من الأضرار التي يؤدي إليها. بداية، يؤدي إلى جفاف الجلد والعيون. فبداية، التعرض المفرط للهواء البارد يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العيون، وقد يتسبب ذلك بالشعور بالحكة وتهيج في العينين. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العينين أن يتفادوا هذا الأمر، وأيضا قد يؤدي إلى صداع وعدة مشاكل في التنفس، فبالتالي وخصيصا قد يسبب الصداع النصفي، وأيضا قد يؤدي إلى بعض مشاكل الحساسية الذي ينشم أو التي تؤثر السموم التي تطلقها بعض الكائنات الحية الدقيقة الغير مرئية التي تعيش في نظام التهوية على الأشخاص. وقد تتضمن أعراض عديدة مثل السعالي والعطاسي والتعب والدوارة والحمى وغيرها من الأعراض التي تنتج بشكل غير مباشر. فبالتالي من الممكن أيضا أن يتم نمو العفن الذي ينتج بسبب تشكل الرطوبة نتيجة تبريد الهواء الساخن، فبالتالي هذا أمر مضر نوعا ما. إلى اللقاء.